بعد فترة من انقطاعها عن الساحة الفنية، رجعت اليوم الفنانة اللبنانية ميرام خايل بفيديو كليب جديد لأحدث أغنياتها لتكون بداية لنجاحات عدة. موقع الفن تواجد بموقع التصوير وكان له لقاء شيق مع ميرا. الفنانة ميرام خايل، أهلا وسهلا فيك بموقع الفن. أول شيء ما نسألك، شو محضرتي لنا اليوم؟ مع مين تعملت بهاي الغنية وشو ناطرة منا للغنية؟ تانكيو أول شيء لألكم لأنه جيتوا وعم تغطوا هيدا الموضوع. اليوم غنيتي تقريبا نقيتها من كم شهر من الشاعر الكبير فارس اسكندر. بدي أوجه له تحية لأنه فارس من الأشخاص اللي فعلا كتير آمنوا بموهبتي ودعمني كتير. الغنية اسمها جننتا. إن شاء الله يعني هلأ بدنا نشوف وضع البلد والأمور كيف ماشي بالبلد، لأنه بتعرف أنت الدنيا كلها فوضى، تنشوف الوقت المناسب إن شاء الله تنقدر ننزل. كنت عم تظهري أوقات عاملة غنية تضرب وترجعي تروحي، شو يلي رجعك هلأ؟ وهل أنت هلأ يعني حتى راسك تكملي تعملي أكتر من شيء؟ عملت غنيتين وفعلا كانوا بفترات متقاطعة جدا، بعدت لأسباب شخصية بندم عليها، بس أنه بالأخير هلأ رجعت وقررت أنه أرجع أجرب من أول وجديد. يعني الدنيا بتساع الكل، وبعدنا إذا بدك بعز عطائنا وشبابنا. إذا كل شيء كان تمام وحسيت أنه الدنيا ماشي تمام، إيه لا هيدا بالأخير موهبتي والباشن تبعي والشيء اللي تعبت فيه بحياتي واشتغلت عليه، فأكيد يعني منكمل بإذن الله. نقطعت بهالفترة اللي كنت فيها عم تنقطع عن الفن، كنت عم تشتغلي بمجالات تانية، هل بعدك بهداك المجال وبدك تكملي فيه إلى جانب الفن ولا بدك تركزي على الفن؟ هلأ مش غلط الواحد يكون عنده سايد جوب هيدا بشكل عام، بس اليوم أنا تركيزي هلأ بهيدا الموضوع، بكيف بدي أرجع أحط حالي على الطريق الصح بهيدا الموضوع. ومجال الهوسبيتاليتي مجال كتير واسع، وأنا اليوم حدا وصلت فيه وتعبت فيه ونجحت فيه، كمان وارد، بس حاليا يعني هلأ أنا عم بحكيك كل فوكس تبعي بجننته. هلأ بهاي الفترة عم نشوف السوشيال ميديا كتير عم بتساهم بأنه تساعد الفنانين، وحضرتك على السوشيال ميديا لك حضور وعندك عدد فولورز كبير وكذا، أدي عم تستغلي هاي الفكرة لحتى تساعد حالك بالغنية وتساعد حالك لتوصل للجمهور أكتر؟ السوشيال ميديا هي هلأ من الأساس، يعني أنا بشوفها أهم من كتير قصص تانية. يعني إذا بدك تدعم الغنية صح بدك تفكري كيف بدك تعملي لها بروموشن، كيف بدك تركزي على الأمور اللي هي very essential على السوشيال ميديا. فأنا من العالم إذا بدك كمان هلأ رجعت فتت على هيدا الدومين الواسع كتير، خبرتي فيه مش واسعة، في ناس اختصاصهم عم يشتغلوا معي، عندي تيم يعني عم بيشتغل على هيدا الموضوع، وتركت لهم الثقة الكاملة تتصرفوا مثل ما هن بدون. بس أنا رأيي السوشيال ميديا هي هلأ نمبر وان أكيد. قدمت بعد انفجار مرفق بيروت غنيتين قعدت تقديمهم، وقد أثر فيك هذا الحادث؟ هلأ هي إذا بدك الأغاني كانوا تجديد للفنانة باسكال صقر، رجعت عملت مثل ميكس غنيتين كتير بحبهم بعبروا عن المشهد المأساوي اللي صار بالبلد. يعني اليوم هذا المشهد أثر علينا كلنا من كل النواحي الاقتصادية المعنوية. اليوم أنت حيالة شغلة بدك تعمليها بحياتك بدك صرت تعمليها ألف حساب كرمال تتقلع فيها، فللأسف يعني هذا الشيء بتمنى أنه ما نرجع نعيده، بتمنى أنه يصير في وعي عند المسؤولين اللي عنا يتحملوا مسؤوليتهم مزبوط تنقدر نقوم ببلد يعني إن شاء الله. هل معقول نشوفك كمان بعمل تمثيلية جديدة؟ ليكي كل شيء معقول. بس هلا حاليا الفوكس على الغنى يعني، بس اكيد اذا كان في عروض مرتبه وانا شفتها بتناسبني كمان مش غلط انه نجرب. شو مخططك هلا بالفتره اللي جايه؟ كمان عندي غنيه تانية نقيتها وعم بشتغل عليها، وتنشوف يعني بعد قد ايه بدي انزل ما بعرف، لانه صراحه كنت عامله بلان على هالغنيه نزل كتير قريبا، تاخرت كتير من ورا القصص اللي عم بتصير. بس انا بقدر اقول لك انه في غنيه تانية كمان هلا من وين عم تتحضر. شو كلمتك الأخيرة للموقع الفن وللجمهور؟ بدي أقول تانكيو لأنكم جيتوا اليوم ولأنه عم تغطوا هيدا الموضوع. إن شاء الله بغنية كتير حلوة وجديدة وهيك أجواء جديدة مش شايفينها قبل. مخرجة كارين، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. بدنا نسألك شو محضرتي لنا اليوم مع ميرا وكيف كان التعامل معها؟ التعامل مع ميرا كتير 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 سلس وكتير حلو، لأنه ميرا شخص كتير بياخد وبيعطي، وما عنده أنه لا أنا بدي هيك وما بدي هيك وما بدي شعري هيك وما بدي هاللون، ما شيء أبداً. شو ما من إلا أوكي إذا أنتوا بتلاقوا أحلى يلا منروح فيها، يعني منمشي فيها. لا كتير حلو الشغل معه، والغنية كتير حلوة بدكم تسمعوا، عن جد لذيذة كتير الغنية،
الكليب شوي ديسكو شوي فانكي شوي فيه كتير ألوان فيه كتير رقص. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.